اهلا وسهلا بكم، صباح الخير عليكم، صباح المحبه والجمال لكل اللي بيتابعنا عبر هذا الصباح من الشروق الفضائيه. نحن نتنسم عيد مجيد واستقلال سعيد لكل السودان، وعام جديد نتمناه عام الخير والرخاء والمحبه، وسعيده ان يكون معي في هذه المساحه الاستاذ الصحفي والمحلل السياسي يوسف سراج الدين. اهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وعلى متابعي ومشاهدي قناه الشروق. عام كل سعيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وانت بالف خير ان شاء الله. نتمناه لك عام اسعد ومختلف دائما، احنا عندنا تمنيات وامنيات في كل عام. نعم والله حقيقه نسال الله انه البلاد يعني تحقق مراميها واهداف وتطلعات الثوره المجيده دي رغم الانتكاسات اللي حصلت في الفتره الماضيه وما الى ذلك، لكن نسال الله انه يكون بدايه خير على البلاد عموما يعني ان شاء الله. استاذ يوسف سراج، خليني ابدا معك باقوال الصحف وبعض منها من الأخبار الداخلية. دعوني أبدأ بذكرى 67 عيد بأي حال. يحتفل السودان اليوم بذكرى 67 للاستقلال، ففي مثل هذا اليوم من العام 1956 رفع الزعيم إسماعيل الأسهري الكتلة الاتحادية ومحمد أحمد المحجوب الكتلة الاستقلالية علم السودان إذانا بالتحرر من الاستعمار الإنجليزي المصري، وعلى مدى العقود الستة الماضية لم يكتب للبلاد استقرارا سياسي إلا في عام 2019 في جلب الحكم المدني، فيما انفصل الجنوب الذي يمثل ثلث السكان وتوالت الخيبات السياسية والتنموية. رأيك في أنه السودان لن ينال استقلاله؟ نعم حقيقة أنه 67 عام من عمر الاستقلال البلاد المجيد بكل تأكيد يعني هي فترة كبيرة من تاريخ السودان، إلا أنه للأسف يعني وللأسف العميق جدا أنه البلاد اللي نالت استقلالها في العام 56 حتى الآن يعني هي تتلمس موطئ قدم جديد للتنمية للاستقرار السياسي، رغم أنه هذا الاستقلال يعني كان قدم فيه مهر يعني رموز من الشعب السوداني من خيرة أبناء الشعب السوداني. صحيح. لا يزال يمكن الذاكرة بتاعت السودانيين تحتفظ للزعماء الأماجد مثال الأزهري وما إلى ذلك بالوصول هذا الوصول للاستقلال. ومن المفارقة أنه السودان يكون من الدول القليلة اللي نالت استقلالها يمكن عبر يمكن قيادات نسميها مدنية أو عبر أحزاب كانت موجودة قبل، فده كان مؤشر طيب، لأننا اليوم إذا كنا سرنا على خط الديمقراطية اللي كنا رواد للديمقراطية في إفريقيا والعالم العربي بلا شك يعني، لكن أبت يعني الظروف إلا أنه تنتكس مسيرة التحول المدني الديمقراطي في السودان عبر فترات كبيرة. لذلك الحقب العسكرية كانت هي الأطول عمراً والأكثر يعني تأثيراً على حياة السودان والسودانيين، يمكن أكثر من 50 عام هي كانت دانت فيها السلطة للعسكريين بعكس الفترة اللي تغلدت فيها الأحزاب أو القوى المدنية، هي كانت فترة شحيحة قياساً بالحكم العسكري. لذلك أنا أفتكر أنه خروجنا من هذه الدائرة الجهنمية انقلاب حكم ديمقراطي ثم انقلاب، ما لم تخرج البلاد من هذه الدائرة الجهنمية أنا أفتكر أنه ما بيتسنى لها أن تحقق استقرار حقيقي ولا تنمية حقيقية. نعم. أفتكر أنه الآن بعد ثورة ديسمبر المجيدة 2019 باتت الفرصة أكبر وأوسع لترسيخ المفهوم الديمقراطي في السودان لتحقيق الدولة المدنية اللي ظلت حلم كبير للسودانيين، رغم أنه في حقبة سابقة في العام 85 كانت هي فترة دانت فيها يمكن السلطة للقوى المدنية فترة 3 سنوات، ثم حصل الانقلاب الشهير الأودة حتى الآن بالظرف الحاصل كان في العام 89، شهدنا أطول حقبة لنظام عسكري كان النظام البائد 30 عام. شفنا فيها تراجع كبير في مؤسسات الدولة بدليل أننا حتى الآن نسعى لتحقيق وضع أفضل إصلاح. نعم الآن السودان برغم مرور 67 عام للأسف يجب أن نغير جميعا أن السودان ما لم يتقدم إلى الأمام، بل بالعكس السودان تراجع كثير جدا، وعليه على الأجيال القادمة أن
تأخذ بيد السودان وتخرج به من هذا الدرك اللي نفتكر انه درك سحيق يعني اللي احنا وصلناه، لكن الان في فرصه كبيره، في امل، في بشريات مع الشباب الواعد ده، لانه ده جيل مختلف، جيل ظل يتطلع الى يتحدث عن سودان جديد، سودان جديد من كل امراض وعيوب الماضي. انا افتكر انه حتى الاجيال القديمه الموجوده حتى الان وشاركت في ثوره يمكن 64 او حتى في 85 الان في ما يشبه حالة الاقتناع بأنه الدور الذي يقوم به الشباب اليوم في الشارع هو المخرج للسودان، والسودان هو للشباب وللأجيال القادمة. فأنا أفتكر أنه الفرصة معهم لتحقيق هذا يبقى دي الأحلام الأمر للعام الجديد اللي حنقولها معنا في كل عام في أننا ننعم بسودان جديد. خلينا ننتقل مباشرة إلى صحيفة أخبار اليوم، والبرهان يحذر في ذكرى الاستقلال من الإقصاء وتفويت الفرصة التاريخية. حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان من أن يقود الإقصاء وتغزيم دور الآخرين وفرض الوصايا من فئات محددة من قطاعات الشعب إلى تضييع الفرصة التاريخية لتوحيد الصف وبناء الدولة السودانية التي بذل فيها الشعب تضحيات جسام. وأيضا خلال كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 67 لاستقلال المجيد، شدد البرهان على ضرورة تكوين الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة، أيضا كمان مجددا الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي والتعهد بحماية الفترة الانتقالية لاستجابة لمطالب الثورة وضرورة الانتقال. نعم، دائما حديث القادة أو رأس الدولة في كل مناسبة في الأول من يناير أو ليلة رأس السنة عادة ما يكون خطاب الحكومة في ذكرى الاستقلال، ولعله دائما يأتي خطاب تقليدي دائما درج على أنه يطلق بشريات في العام المقبل يجب أن يشهد أو يكون فيه الاستقرار وما إلى ذلك. لكن ملمح الرئيسي في خطاب القائد العام للقوات المسلحة أو الفريق عبد الفتاح البرهان، يمكن الملمح الرئيسي في حديثه هو يتكلم عن أو يحذر من يعني مغبة الخلاف ما بين القوى السياسية أو التوافق حول مشروع الاتفاق الإطاري أو التسوية المطروحة الآن، باعتبارها هي يمكن تكون آخر الكروت السياسية الموجودة الآن على المشهد السياسي. ولعله شيء طبيعي جدا أن يكون هنالك تباين في وجهات النظر ما بين القوى المدنية أو القوى الحية للثورة أو ما إلى ذلك، يكون في وجهات نظر حول هذا الاتفاق مقدر جدا إنه هذا الاتفاق في عمومياته في نصوصه النظرية ويؤكد على البلوغ والدولة المدنية أو التحول المدني الديمقراطي، يؤكد أيضا الاتفاق الإطاري على أن تنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن العمل السياسي أو بعدها عن المشهد السياسي. وأنا أفتكر أنه ده مربط الفرس باعتبار أنه التجربة الديمقراطية الأخيرة حتى في آخر حكومة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك يمكن انتكست أو لم تستمر هذه الحكومة لإنقلاب المكون العسكري على هذه الحكومة المدنية التنفيذية. الآن إذا اعتبرنا أنه ده إنهاء هذا الاتفاق الإطاري ينهي الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر الماضي ومضى عليه أكثر من عام وما إلى ذلك، حتى نعود مجددا إلى محطة التحول المدني الديمقراطي، أنا أفتكر أنه حتى هذا الاتفاق الإطاري هو محل شد وجذب الآن. هنالك قوة ترى فيه أنه محض تسوية سياسية، وما أكثر من تجريب المجرب، ودي مجموعات موجودة إلى الآن في الشارع لديها رواها، لديها يعني شعارات المرفوعة في هذا الأمر، والنضال مستمر. وأفتكر إنه هذا الانقلاب حتى فشل في الماضي أكثر من عام، جاءت العودة إلى مرحلة الاتفاق الإطاري. من ناحية ثانية أنصار الاتفاق الإطاري ممثلين في قوى القوى الثورية أو الجسم المركزي للحرية والتغيير بيروا في انه الاتفاق فيه فرصه كبيره جدا لانهاء الانقلاب ومن ثم العوده الى التحول المدني الديمقراطي، وفيه ابعاد للمؤسسه العسكريه عن الفعل السياسي وان تعود الى ثكناتها لممارسه دورها الطبيعي في حمايه البلاد، في كده حمايه الوضع الدستوري في البلاد. انا افتكر انه الجدل قائم في هذه الجزئيه، ثمت من يشكك في نوايا
الآخرين من يشكك في إنه الأمور دي هل حتمضي إلى الأمام وبقناعة كاملة. هنالك يمكن فئات سياسية ترى إنه السياسة لا تعرف الضمانات بمعنى ضمانات الملموسة، صحيح. بل إنك في أطر وفي أخلاقيات عامة النازلة الآن تواضعوا على اتفاق ممهور على رؤوس الأشهاد وكان برقابة وحضور دولي وشعبي، فلنمضي إلى الأمام ولنرى ماذا هم فاعلون. أما هنالك فريق آخر بكل تأكيد لا يزال يرى في إنه دي عملية بتاع التكرار وإعادة إنتاج الأزمة بشكل جديد. أنا أفتكر إنه خطاب الفريق البرهان في الناحية دي، وأيضا يرمي إلى إنه أن لا تكون هنالك جهة تختطف الأمر وما إلى ذلك. طيب الأمر ده واضح، الاتفاق الإطاري ده هو وليد للمشروع بتاع الدستور الانتقالي. نعم. لمن يقرأ مشروع الدستور الانتقالي نص وبوضوح على من هي الجهات اللي هي طرف أساسي في الاتفاق الإطاري. إذا كان هنالك الحرية والتغيير الجسم المركزي، هنالك قوة ما سمي بقوة الانتقال، القوى السياسية الأخرى غير الحرية والتغيير التي تدعم عملية التحول المدني الديمقراطي والتي تؤمن بالدولة الديمقراطية والدولة المدنية. لا وجود للنظام البائد باعتبار أن هذه الثورة أتت على النظام البائد. أنا لذلك أتحدث عن أنه حديث الفريق البرهان يجب أن يكون أكثر دقة في هذه المسألة. من هي القوى التي ترفض؟ ما الاتفاق لا يزال مطروح ومفروح باستثناء المؤتمر الوطني، بطبيعة الحال لن يكون جزءا من هذا الأمر. نعم. إذا كان هو مؤمن بهذه البنود المكتوبة، فبالتالي الموجودين الآن ومهروا هذا الاتفاق يجب أن يمضوا به إلى الأمام. يجب التعجيل بتشكيل الحكومة التنفيذية التي تأخرت كثيرا. نحن الآن ننتظر نعم. حالة أشبه بالفراغ الدستوري والتنفيذي بشكل صحيح. كبير يعني. خلينا ننتقل مباشرة أستاذ يوسف سراج الدين ونشوف ماذا قال وجد صالح لصحيفة الحراك السياسي. وجد الحراك قال بعض قادة الثورية لا يؤمنون بثورة ديسمبر. اعتبر القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وجد صالح أن جزءا من قادة الحراك الموقع على اتفاق سلام جوبا مشاركون في انقلاب البرهان 25 أكتوبر، لافتا إلى أنهم طالبوا البرهان بالانتفاض على السلطة المدنية الانتقالية، لافتا إلى أن بعض قادة الجبهة الثورية لا يؤمنون بثورة ديسمبر ولا بالتحول الديمقراطي. أيضا قال وجد صالح في الجزء من ذات الصحيفة إنه الحراك المنشور اليوم بالداخل إنهم استدعوا الانقلاب وشاركوا به وخططوا مع الانقلابين، مستدلا على ذلك بأنهم موجودين إلى الآن من مؤسسات السلطة الانقلابية. الناس هم موجودين الآن اللي شاركوا مع. ما رأيك في وجدي صالح وما؟ نعم، حديث الأستاذ وجدي صالح باعتبار إنه وجدي صالح الآن بات في خانة غير السابقة. الرجل كان يمثل وكان يتحدث بلسان قوى إعلان الحرية والتغيير الجسم المركزي في وقت سابق باعتبار قبل محطة الاتفاق الإطاري، ومعلوم إنه وجدي صالح وانتمائه لحزب البعث العربي الاشتراكي حزبه الآن لديه موقف من الاتفاق الإطاري، يرى في هذه العملية محض تسوية سياسية لن تقود إلى شيء. فبالتالي أنا أفتكر إنه الآن يتكلم بوضع جديد ومختلف، لكن الشاهد انه ايضا ما قال به وجدي لا هو امر ايضا يحتمل الصواب في كثير مما قاله، بل بالعكس انه حقيقه هنالك بعض القاده في فصائل الكفاح المسلح رغم انه الثوره ديسمبر المجيده يمكن الزخم بتاعها كان الشارع السوداني والشباب، ورغم ذلك غير منكور، يجب تثبيت حاجة إنه النضال المسلح هو غير منكور، إنه هو كان نضال طويل ضد نظام الإنقاذ البائد، يمكن شهدت دارفور حركات مسلحة في جنوب كردفان في النيل الأزرق، كل هذه الحركات لا يستطيع أحد إنه يعني يخصم أو يقلل من دورة في المقاومة، ولكن الثورة انتهت بثورة شعبية سلمية بأيدي الشباب العزل. هؤلاء استطاعوا إنه يسقطوا النظام البائد، فبالتالي قدموا ووفروا فرصة كبيرة جدا لحركات الكفاح المسلح إنها تلتحق بالعملية التحول المدني الديمقراطي.
الوقت. لذلك أنا أتفق مع الأستاذ وجدي صالح في أنه بعض القوى في الكفاح المسلح والبعض دي مهمة لا تؤمن حقيقة بالتحول المدني الديمقراطي كما ذكر البعض. باعتبار أنه هي لو كانت تؤمن بهذه أو بالتحول المدني الديمقراطي لسارعت في التحول إلى منظومات سياسية وقدمت أطروحاتها وبرامجها وندواتها الفكرية للشارع السوداني وما إلى ذلك. لكن حتى الآن نحن في مربع جيشي وجيشك والاحتفاظ بالقوات وما إلى ذلك والتلويح بها مرات كثيرة إنه نحن عندنا قوات الأقوى فقه القوة ده القوة المسلحة دي أنا أفتكر إنه ده بيشكك في إنه في عدم حرص على التحول المدني الديمقراطي. وأنا أفتكر إنه تحتاج هذه الحركات إلى ميران سياسي حقيقي إنها تنزل الجماهير تختبر نفسها وسط هذه الجماهير. حتى في الأغاليم التي عبرت عنها في دارفور الآن لا وجود سياسي فعلي لها، بالعكس يعني يمكن بعد الاتفاق الآن في تبرم كثير جدا من السكان في دارفور باعتبار أنه الأمن لا يزال منفلت. حتى الأمس القريبة الأسبوع الماضي نعم. شهد عشرات القتلى نعم والجرح في نزاعات، فيبدو أنه هذا السلام لم يحقق لهم الأمن بادي الأمر. التنمية حتى الآن يمكن متراجعة. أنا أفتكر أنه تحتاج حركات الكفاح المسلح خصوصا المنطلقة من إقليم دارفور أنها تراجع دورة السياسي. يجب أنها تنزل لهذه القواعد تشوف أنها هي حتقدم برنامج سياسي كيف، لأنه ما لم يتم عملية الترتيبات الأمنية ودمج القوات وما إلى ذلك لا أنت لا تستطيع أنك تتحول لتنظيم سياسي فاعل تقدم برامج. وأنا أفتكر أنه الفرصة الآن أمامهم بموجب هذا الاتفاق الإطاري اللي نص على شكل مهم جدا عملية الترتيبات الأمنية وإدماج كافة الفصائل المسلحة في جيش مهني واحد، وده اللي بيطلع عليه كل الشعب السوداني. أي محاولة للتمصل عن هذا الاتجاه، أي محاولة لزعزعة هذا الأمر أو البعد عنه، أنا أفتكر أنه هو إشارة واضحة لأنك تستبطن نوايا بأنك أنت عايز تكون جيش على الدوام يعني. وأنا أفتكر أنه ده دائما مرد للأطماع يعني. يمكن الأنظمة العسكرية للأسف يعني إنها هي ظلت دائما تقدم الطعم لبعض الجهات في شكل الاتفاقات القديمة اللي شهدتها الحقبة بتاعت الإنغاز اللي هي كانت إغراءات كراسي سلطة ما إلى ذلك. أفتكر والنتيجة كانت إنه الإقليم أو الأغاليم في دارفور أو في جنوب كردفان هي متراجعة دوما متراجعة. أفتكر إنه دي فرصة طيبة جدا على انه يعني يتم انتهاز هذا الاتفاق اللي طار بشكل جدي، يتم ادماج هذه الفصائل. نحن الان للاسف يا استاذه البلاد فيها نحو 7 جيوش وده امر خطير، وما في بلد بتتطلع للاقتراع او العمليه الانتخابيه والديمقراطيه ويكون فيها جيوش بهذا العدد، ده غير وارد. لا يمكن لتنظيم سياسي ان ينافسك وانت تحمل البندقيه، ده ما وارد يعني. صحيح. فهذا المشهد يحتاج الان ترتيب. وانا افتكر انه بيقولوا الفطامه صعبه لكن لابد منها اذا انت عايز تمشي في الاتجاه ده. ضروريه ضروريه. الاستاذ يوسف سراج، نحن حننتقل لاخر صحيفه واخر خبر معانا من صحيفه الميدان الشيوعي. تحركات القوى الثوريه تتيح فرص العمل لهزيمه التسويه. قالت سكرتارية اللجنة المركزية إن التحركات من لجان المقاومة والقوى الحية والحركات النقابية ومظاهرات الطلاب تتيح فرص العمل والنضال المشترك لهزيمة التسوية السياسية وانتزاع حقوق العاملين والطلاب وتفسح الطريق لإمكانيات التصعيد الجماهيري أيضا كمان، وبهدف إسقاط حكم الطغمة العسكرية وحلفائها وانتزاع سلطة الشعب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي الكامل. وأضافت السكرتارية في تصريح صحفي أمس أن الحركة الجماهيرية في ذكرى الاستقلال تواجه عنفا مفرطا وممنهجا بقصد ضرب مسيرتها الثورية. نعم، أنا أعتقد أنه الحزب الشيوعي السوداني حزب ظل له موقف ثابت من فترة ليست بالقريبة، يمكن مع بواكير تشكيل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بشكله العريض كان صحيح أنه الحزب الشيوعي كان جزء من هذا التحالف إبان الثورة وحتى بداية الحكومة الأولى لحكومة الثورة الأولى. لكن عقب ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني موقفه بأنه خرج عن اتفاق أو تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وبات الحزب الشيوعي في خانة المعارضة حتى في إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك نعم. نفسها يعني.
ظل الحزب الشيوعي كثير من المواقف في الساحة السياسية تعامل معها بإخضاع للمنهج العلمي في قراءاته يعني، فكثير من المواقف تأتي بيانات الحزب الشيوعي بأنه هذا الأمر لا يقف على ساقين، ويمكن بداية هذا الموقف كان في اتفاقية سلام جوبا. الحزب الشيوعي كان له رأي في اتفاقية سلام جوبا، كانت كل الفصائل باتجاهه، وكان ظل يحذر من المضي في اتفاقية سلام جوبا. جاء الآن الاتفاق الإطاري، بالرغم أيضا كان له رأي في اتفاق الذي وقعه عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي، العودة الثانية للدكتور عبد الله حمدوك، كان الحزب الشيوعي جاهر برفضه لهذه العملية. الآن لديه موقف معلن ومن الاتفاق الإطاري. ملخص هذا الموقف للحزب الشيوعي يرى أنه هذا الأمر ما فيه تفكيك حقيقي لبنية النظام القديم، ويفتكر أنه العناصر العسكرية الآن هي امتداد للنظام القديم. نعم. ويرى فيه أنه الاتفاق ده محض تسوية سياسية لن تقود إلى تحول مدني ديمقراطي حقيقي. بالتالي يأتي حديثه الآن بالتعويل على الحراك في الشارع، اللي شفنا أنه المواكب لم تتوقف، شفنا أنه يعني رغم أنه الناس لا تستطيع أنه تخصم دور القوى، قوى الحرية والتغيير أيضا بشرت ولديها جماهير في دعم الاتفاق الإطاري، وبالمقابل الآن الحزب الشيوعي يتموضع حول أنه يكون الجسم أو النواة بتاعت المقاومة لهذا الاتفاق كما صرح. والواضح أنه حنظل في مسألة الشد والجذب دي كثيرا، باعتبار أنه كثير من لجان المقاومة الآن وبعض من تجمع المهنيين يتفقون مع موقف الحزب الشيوعي في رفض الاتفاق الإطاري، وبالتالي المضي حتى تحقيق إسقاط النظام الحالي أو البلوغ الدولة المدنية عبر وسائل هم يتحدثوا فيها عن وصول للإضراب الشامل اللي ممكن في لحظة ما يروه غريبا يعني، وراه البعض يمكن أمرا آخر يعني. لذلك أنا أفتكر أنه موقف الحزب الشيوعي الآن هو في معسكر يختلف عن المعسكر الداعم للاتفاق الإطاري. أستاذ يوسف سراج الدين، أنا شكرا ومقدرة لوجودك معنا الآن، وحنشوفك ثاني وثالث بإذن الله عبر صباح الشروق عبر التحليل الصحف، وشكرا جزيلا لك، وأوعدني أنك تكون معنا. وأوعد المشاهد. الله يخليك، شكرا كثير يا أستاذة وعلى هذا يعني يمكن التطواف في الصباح الجميل ده. نعم. ونأمل ونتمنى ونكرر أنه العام 23 نأمل أنه يحمل الخير والوفير لهذه البلاد التي عانت، والبلاد اللي بتشبه الجمال ويجب أن تكون جميلة ويجب أن تكون غنية وثرية. السودان بلد زاخر بإمكانات ليست بالسهلة، ولكن قليل من يمكن الصبر والجهد نستطيع أن نبلغ هذه القيادة، ونأمل أن نلتقي في مساحات إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن دي كان ختام لجولتنا اليوم من صباح الشروق، تعرفنا من خلاله على كثير من الأخبار اللي وردت من خلال الصحف، وأيضا كمان استقلال السودان هو كان حاضر معنا في ساعتنا الأولى، تعرفنا على الأخبار من خلال الموجز الإخباري. سعدت جدا بالمتابعة، وسعدت أيضا بضيوفي اللي كانوا معي داخل الاستوديو. شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الذين رافقونا وتابعونا من خلال هذا الصباح، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في مساحات مختلفة عبر هذه القناة الشروق الفضائية. في أمان الله.